والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. في حديث عن علي صلوات الله وسلامه عليه، أرجو الشباب يلتفتوا إلى هذا الحديث إنصافا، حديث عجيب. أنا خلي أبين معنى الحديث بعدين أقرأ. الإمام أمير المؤمنين يقول إذا تعرف واحد شلون تعرفه؟ هذا التعارف الموجود الآن على المواقع وعلى بلي على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شلون؟ والله أريد أتعرف، والله أنا فلان ابن فلان من النجف. زين، عرفت اسمك، عرفت مكانك، بس أنت منو؟ أنت شنو؟ صفاتك منو؟ صفاتك ما هي؟ أهدافك شنو؟ أخلاقك ما هي؟ هذا ليس تعارفا، هذا في الواقع ليس تعارفا بقدر ما هو توهم. أنت تتصور تعرفت عليه بس ما متعرف عليه، أنت ما تعرف حقيقته. نعم، هو حسب تعبيرنا يصفط لك حكي بالمبادئ والكلام والقيم والتدين والأخلاق، ولكن واقع شنو؟ واقع ما هو؟ أمير المؤمنين يتكلم عن هالشكل الأشخاص، يقول أنت لما تتعرف عن شخص شو تتعرف عليه؟ كيف؟ يضرب مثل، اسمعوا أيها الشباب أيها الأخوات، يضرب مثل هواية جميل. يقول الشجرة، انتبه، يقول الشجرة اللي ما عليها ثمر وما تعرفها، بس مرة احنا نخلة التمر نعرفها حتى لو ما عليها تمر، قول يابا هذه نخلة تمر. وشجرة الما أدري العنب نعرفها حتى لو ما عليها عنب. لا، إذا شجرة ما تعرفها، رحت إلى أفريقيا، أفريقيا أكو أشجار ما شايفيها إحنا بحياتنا، أكو ثمرات ما عندنا أصلا ما شايفيها إحنا، أكو نباتات بدولنا ما تجي أصلا، مو ما تنزرع هنا. لو أنا أروح لأفريقيا أشوف الشجرة، الإمام أمير المؤمنين يقول إذا شجرة أنت ما تعرفها شنو، هذه شجرة صالحة أو غير صالحة، يستفاد منها أو لا يستفاد منها، من أين تعرف حقيقتها؟ يسأل الإمام أمير المؤمنين، من أين تعرف؟ أكو واحد يجاوبني من أين نعرف حقيقة الشجرة؟ الإمام يقول نعرف حقيقتها من ثمرها، ننتظرها إلى أن تثمر، فإذا أثمرت نأخذ الثمر نذوقه، إذا كان طيب فالشجرة شنو؟ طيبة، من الطيبات، أحل الله لكم شنو؟ الطيبات. وإذا ضقناها شفناها مرة وفاسدة نقول يا أبا هذه ما إلها فائدة. فالحكم على شجرة أنها طيبة أو غير طيبة من خلال شنو؟ ثمرها. أحسنتم، من خلال ثمرها. أمير المؤمنين يقول الناس هم هالشكل، الناس ما تقدر تعرفهم إلا من ثمارهم. شنو يعني ثمارهم مولانا؟ يقول من أفعالهم. إذا أعطيته مليون دينار تقول له وصل لفلان مكان، أو خليه عندك أنا أروح للحج وأرجع، وما تأخذ عليه وصل، ما تأخذ عليه مواثيق، وتروح وتجي، وإذا طالبت بالأمانة أنطاك إياها، هذا شو تبين؟ يبين هذا الرجل رجل متدين، لأن لا عندك وثيقة عليه، ولا عندك كتابة، ولا عندك أي شيء، فيقدر ينكر، يقول شنو؟ ما عندك شيء عندي، ولكن يظهر صدقه على أنه متدين. هذا الرجل عندما نكتشف أمانته ونكتشف صدقه، هذه كالشجرة التي اكتشفنا ثمرتها أنها طيبة أو غير طيبة. إذا عرفت المعنى خل نقرأ الرواية، رواية لطيفة. يقول أمير المؤمنين ما أصدق المرء على نفسه، يقول الإنسان إش قد ما يتكلم، رجاء هنا التعبير شوية ركزوا عليه، الإنسان إش قد ما يحكي عن نفسه ما يصدق، ما يصدق. استأذت منا الباشر، قل سيدنا أنا متدين، أنا متدين، أنا متدين، أقول بابا هذا حكي، هذا حكي، ليش حكي؟ لأن الإنسان لا يصدق على نفسه بشيء،
بس أتمنى الباشر يقول سيدنا أنا مجاهد، أنا أتحمل مولانا الصعاب في ساحات القتال. أقول هذا الكلام ما يفيد، خلي الروح هناك وأشوفك مولانا الجليل تقاوم لو ما تقاوم، تواجه العدو أو ما تواجه. إش قيد ناس كانوا على أساس ملتزمين، على أساس مجاهدين، أخذوهم بالأمن هاي بالثمانينات، في بالثمانينات أيام الاعتقالات الضخمة اللي صارت من قبل النظام، أخذوا مولانا ساعتين راجدين، ثلاث راجديات، كل المعلومات قالها، أنا فلان مسؤولي وفلان جابني وفلان أنطاني وفلان كذا، ورط لك فت 15 واحد وياه بالسجن. هذا إيمان؟ هذا يبين ضعيف، بس كان يدعي أنه قوي، كان يبين أنه إنسان مهزوز، بس كان يدعي أنه مجاهد، وأنتوا بس اعتمدوا علي أنا بخدمتكم. أمير المؤمنين يقول بابا لا يصدق الإنسان على نفسه، الإنسان لا يصدق على ادعاءاته. شلون؟ يقول إلا ما يجيب شاهد. أمير المؤمنين يقول لازم تجيب شاهد. طب شنو الشاهد؟ يلا هسه أنا أدعي، إن شاء الله ما أدعي الدعاء، أنا أدعي أنه إنسان ملتزم مثلا. طب شلون أفتهم؟ شلون أنتوا تفتهموا أنا ملتزم ولا ملتزم؟ أمير المؤمنين يقول لا تصدقوا السيد إلا إذا جاب لكم شاهد. شنو شاهد يا أمير المؤمنين؟ يقول عمله، عمله. اسمع، ما أصدق المرء على نفسه وأي شاهد عليه كفعله. يقول الإنسان لا يصدق إلا بمن؟ إلا بفعله. والدليل على أنه صادق شنو؟ فعله. ولا يعرف الرجل إلا بعمله، كما هاي التمثيل، شوف المثال، كما لا يعرف الغريب من الشجر، الأشجار الغريبة، الأشجار اللي ما تعرفوها، كما لا يعرف الغريب من الشجر إلا عند حضور الثمر. الشجرة اللي ما أعرفها هذه شجرة شنو؟ بطيخ، شجرة رقي، شجرة شجر، شنو هاي الشجرة؟ يقول الإمام هذه الشجرة اللي ما تعرفها لازم تنتظر إلى أن شنو؟ إلى حضور الثمر. كما لا يعرف الغريب من الشجر إلا عند حضور الثمر فتدل الأثمار، من راح يدل أنها شجرة طيبة؟ فتدل الأثمار على أصولها، ويعرف لكل ذي فضل فضله. يقول ذاك الوقت نفهم أن هاي الشجرة طيبة أو غير طيبة. كذلك يشرف الكريم بآدابه ويفتضح اللئيم برذائله. أنا إنسان رذيل، لذلك الإمام يقول ويفتضح اللئيم برذائله، أما يكرم الإنسان بفضائله. إذا واقعاً إنسان انتخبناه، قعدناه بمكان وأدى مسؤوليته وحاول أن يؤدي الخدمات الملقاة والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، وكان إنساناً صدوقاً مع نفسه وأمته، هذا يكرم، هذا يعظم. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال سيد الأعمال ثلاثة: إنصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى بشيء إلا رضيت لهم مثله، ومواساتك الأخ في المال، وذكر الله على كل حال. ليس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقط، ولكن إذا ورد عليك شيء أمر الله عز وجل به أخذت به، أو إذا ورد عليك شيء نهى الله عز وجل عنه تركته. ولذلك إخوتي الكرام نجد أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول يا جماعة لا تغترون بكلام الناس، هاي الشعارات رجاء لا تقشمركم، هذه اللافتات لا تغويكم، هذه الصور لا تضيعكم. الصور والأقوال والشعارات ليست إلا سراب، شايفين السراب اللي طالعين للصحراء
في وقت الصيف، من تمشي بالصحراء تشوف ماي، بس لما تروح تشوف ماكو ماي. بعض الناس هم ماء ولكن ليسوا بماء، كسراب، القرآن يقول كسراب بقيعة، يعني بالأفق، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، بس هو شنو؟ مو مي. بعض الناس تغتر بشكله، تغتر بشهادته، تغتر بخطاباته، تغتر بشعاراته، ولكن في الواقع يشوفه كذاب أشر، منافق، ازدواجي، ذو لسانين. لذلك لا بد، الإسلام يقول لا بد أن يتفطن الإنسان إلى الآخرين، والإنسان لا يجرب. إخواني، كم مرة واحد يجرب الخائن؟ كم مرة واحد يجرب الفاسد؟ لا بد أن الإنسان إذا عرف الآخر أن يقف عند معرفته، ويعرف الإنسان من خلال سلوكه. أنا عندي كم رواية رجاء اسمعوها جيدا عن المعصومين صلوات الله عليهم. قال الصادق، اسمع جيدا، ينقل الإمام الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديث. قال الصادق عليه السلام: لما فتح رسول الله مكة، فتح المكة، ايش سوى؟ جمع عشيرته، عشيرته، قال: وأنذر عشيرتك شنو؟ الأقربين، مو كله، لا، دعا عشيرته، قام على الصفا، على جبل الصفا اللي هو إن شاء الله تعالى الله يرزقنا وإياكم الحج قريب، ماذا؟ قريب الكعبة الشريفة، جبل الصفا اللي من عنده يبدأ المعتمرون والحجاج السعي بين الصفا والمروة. يقول: قام على الصفا فقال: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، اسمعوا رسول الله شو يقول: إني رسول الله إليكم، إني شفيق عليكم، أنا هواي أحبكم، أنا أرحمكم، أنا أودكم، أني شفيق عليكم، لا تقولوا إن محمدا منا، لا تقولوا والله أن محمد من عشيرتنا أو من قبيلتنا، إن محمدا منا، فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا المتقون. لا ترفعون شعارات والله إحنا سادة، إحنا من بني هاشم، إحنا من عشيرة رسول الله. يقول هذا ما يفيدكم، اللي وياي وينحسب علي فقط المتقي. اسمعوا الكلام: فوالله ما أوليائي، أوليائي يعني أصحابي، جماعتي، ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا المتقون. ألا وإني قد أعذرت فيما بيني وبينكم، وفيما بين الله عز وجل وبينكم، وإن لي عملي ولكم عملكم. حتى الرسول يأكد على هذا المفهوم. يا إخوان، لا النسب ولا الحسب ولا الأموال ولا الجاه ولا المناصب ولا السيادة، والله أنا سيد ابن رسول الله وذاك مو سيد، كل هذه لا تشفع للإنسان يوم القيامة إلا بمن؟ بعمله، عملك، دليلك عملك، هويتك عملك، شخصيتك عملك، هذا هو الذي يوم القيامة الذي يميز الناس عن الآخرين. في حديث عن الإمام الصادق أيضا عليه السلام: دعا الله الناس، وإلطف هذا الحديث إنصافا، يقول: الله يدعو الناس في الدنيا، الله يدعو الناس في الدنيا بأي دعاء، بأي لفظ، كل الناس: يا أيها الذين آمنوا. الآن شوفوا الله لما يتكلم مع المؤمنين شو يتكلم: يا أيها الذين آمنوا. أنا أسأل كل الذين يناديهم الله: يا أيها الذين آمنوا، صدق مؤمنين؟ سؤال، وهو جاي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مو قالها: يا أيها الذين آمنوا؟ خوش قد أكو مؤمنين ما يصومون، شون الله يقول لهم يا أيها الذين آمنوا؟ الإمام الصادق يبين شو يقول، اسمع، يقول:
دعا الله الناس في الدنيا بآبائهم ليتعارفوا، ابن فلان وابن فلان، وفي الآخرة بأعمالهم ليجازوا. فقال: يا أيها الذين آمنوا، الله يوم القيامة لما يفرق بين المؤمنين والكفار بعد ما يصرخ: يا فلان، يا عباس، يا جعفر ابن فلان، يا تقي ابن هادي، لا، ما يدعوهم بآبائهم. يوم القيامة يدعوهم بمن؟ بإيمانهم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا الجنة، ادخلوا الخلد، ادخلوا الجنات. يناديهم بيا أيها الذين آمنوا، والكفار بمن يناديهم؟ يا أيها الذين كفروا. يقول: فقال: يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الذين كفروا. إذن رب العالمين بالدنيا ما ينادينا يا أيها الذين كفروا يا أيها، وإنما ينادينا بمن؟ بهويتنا الظاهرية، بهويتنا القولية إن صح التعبير، بس في يوم القيامة ينادينا بهويتنا الواقعية. حديث أخير عن النبي صلى الله عليه وآله، حديث أيضا جميل وأخلاقي. موت الإنسان، شوف، موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالأجل. يقول بعض الناس الله معين له في سنة 2035 يموت، الله معين له، بس نشوفه يموت بسنة 2016. ليش؟ الله معين له سنة 2035، ليش يموت 2016؟ النبي يقول موت الإنسان يرتبط بعمل الإنسان. لذلك أنتم تسمعون أنه من يصل رحمه، يعني إذا إنسان يصل الرحم يزور أمه، يوصل أهله، يذهب إلى أعمامه، إلى أخواله، يزورهم، لا يقطع رحمه. من وصل رحمه زاد الله في عمره، كما في بعض الروايات: من وصل رحمه زاد الله في عمره 30 سنة. يعني إذا كان عمره بوقت معين، الله سبحانه وتعالى يمدد عمره ببركة شنو؟ ببركة صلة الرحمة. والعكس بالعكس، يعني شنو العكس بالعكس؟ يعني الله منطيني عمر إلى 2050، هاي كاتب أنه فلان ابن فلان 2050 راح ينزل عزرائيل وياخذ روحه، بس هذا الأخ للأسف الشديد قام يكذب، قام يغش، قام يفعل الزنا والعياذ بالله. عندنا روايات أن إذا كثرت الزنا كثر موت الفجأة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول أكثر أعمار الناس أعمارهم أكثر أعمار الناس من أعمالهم. إن كان عملكم حسن أعماركم تزداد، إن كان عملكم سيء أعماركم تنقص. أقرأ الرواية: موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالأجل، وحياته بالبر أكثر من حياته بالعمر. إذا تسوي خير وكان عمرك قصير، الله سبحانه وتعالى يوسع في عمرك، يزيد في عمرك أكثر باعتبارك فعلت الخيرات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.